يا مساء القلوب الحمراء والفالنتاينز داي، هنعمل كيك شوكولاتة جواه قلوب حمراء خطيرة. نوعين من الكيك سهلين جدا وهيعجبوك ان شاء الله. اول حاجة هنعمل الكيك الاحمر بيضتين وفانيليا وهنضربهم كويس قوي بالمضرب اليدوي السلك، ونضيف كوباية من السكر البودرة المنخول، ونص كوباية زيت، نص كوباية لبن، ونقلب كويس. في طبق تاني هنحط كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، ونص معلقة صغيرة من الخل. الخل لما حطيناه على بيكربونات الصوديوم فار وعمل بابلز، ده هيخلي الكيك هش جدا وجميل. هبتدي اضيف الدقيق على مرتين او ثلاث مرات واقلب كويس. كده الخليط جاهز تمام، وهو ده كده السمك بتاع الكيك. وعشان يبقى لونها احمر هضيف لها معلقه كبيره من لون الطعام الصحي الاحمر. انصحكم بالالوان الجل، هي انضف واحلى انواع الوان، الالوان فيها بتثبت وبتبقى هايله. هحط الكيك في صواني زي صواني البسبوسه او البيتزا اللي هي بيبقى سمكها رفيع، وده علشان انا هقطع الكيك ده على شكل قلوب، فمش عايزاه يبقى تخين، عايزاه يبقى رقيق خالص. هفرد العجينة كده زي ما انتوا شايفين، وهتدخل فرن سخن على درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة، واتأكد انها استوت. هسيبها تبرد شوية، وهجيب قطعة البسكوت على شكل قلب، وابتدي بقى ايه اقطع كده زي ما انتوا شايفين. قلوب حمرا شكلها يجنن، حلوة جدا. تمام، كيك الشوكولاتة بقى بيضتين وفانيليا وكوبايتين من السكر البودرة المنخول، كوباية لبن، كوباية زيت، وهنضربهم كويس بالمضرب الكهربائي. كوباية ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونقلب كويس. هنضيفهم ونضيف عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، وهنقلب الخليط كويس جدا. وكده خلاص عجين كيك الشوكولاتة بقى جاهز. جبت الصواني الطويلة بتاعت الانجليش كيك، دهنتها زيت وحطيت لها ورق زبدة، وهبتدي الاول احط شوية من خليط كيك الشوكولاتة. بعدين بقى هجيب القلوب اللي انا قطعتها وابتدي ارصها بالشكل ده كده ورا بعض. ابقي زنقيهم بقى، ما تعمليش اي فراغات ما بين القلوب، وضغطي كده عليهم عشان ما يبقاش فيه اي مسافات بينهم زي ما انتوا شايفين. فكرة جميلة جدا وهتليق قوي في الفالنتاين. بقيت بقى خليط كيك الشوكولاتة هنحطه من فوق وعلى الجناب. عايزين الخليط يغطي 3/4 الصينية. تمام، هيدخل بقى فرن سخن على درجة حرارة 180 تقريبا 40 دقيقة، وتأكدي انه استوى. هيطلع من الفرن، هسيبها تبرد خالص. وحضر صوص الشوكولاتة، عملته معاكم في أكتر من وصفة، عبارة عن كوباية يعني 200 ملي من كريمة الخفق للحلويات على النار في حلة. أول ما تسخن هطفي النار وأضيف لها 300 جرام من شوكولاتة المطبخ المبشورة وأقلبها كويس. هلاقيني خلاص عملت صوص شوكولاتة. هسيبها بقى تبرد خالص أو حتى أحطه في التلاجة. نقدر نستخدم الصوص الشوكولاتة ده في كل الحاجات، هيبقى تحفة. فردتها كده من فوق على الكيك، خطيرة. ان 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 بصوا، يا نهار ابيض. فرحيه بقى، جوزك برضو شقيان برضو، حرام يعني. حتة كده من الكيك اللطيف ده مع كوباية نسكافيه يوم الفالنتاين، أكيد هيفرح. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم.
كنت معاكم أنا مروة الشافعي. لو عجبكم الفيديو والوصفة من فضلكم اعملوا له لايك وشير.